عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي في برنامج المدرسة النموذجية وإلى مهارات اللغة العربية. أهلا بكم أبنائي الصغار في آخر درس من دروس الإملاء وقاعدة جديدة بعنوان حروف تنطق ولا تكتب. حروف تنطق ولا تكتب، هيا بنا. متابعة الحروف في اللغة العربية، نقرأها ونسمعها أثناء القراءة لكننا لا نجد الحرف. أين هو هذا الحرف؟ ولماذا هو غير موجود؟ انظروا إلى الصفحة التي أمامكم. كلمات بها حرف أو حروف تنطق ولكنها تكتب. الله الله، نحن نفتح الله كأننا ننطق ألف، لكن هل هنا موجود ألف؟ موجود في البداية ونحن نقرأه الله. الألف اللي في الأخير غير موجودة أثناء الكتابة، فلفظ الجلالة لا يكتب بهذا الشكل لكن يكتب بهذا الشكل. إله أيضا هنا ألف ننطقها وغير مكتوبة، فنحن ننطقها بهذا الشكل إله، لكن كتابتها الصحيحة هكذا. لكن لكن نحن نقول لكن، كأننا ننطق ألف ولكن في الحقيقة هي مكتوبة بهذه الطريقة. الرحمن الرحمن الرحمن، نسمع ألف ولكننا لا نجدها أثناء القراءة. ذلك ذلك، كأننا نقول أو ننطق ألف في الوسط ذلك. هذا هو نطقها بهذا الشكل. الله إله لكن الرحمن ذلك، لكن في الحقيقة كيف هي كتابتها؟ كتابتها الصحيحة بهذا الشكل، تحذف هذه الألفات. هذه الألفات غير موجودة أثناء الكتابة وإن كانت موجودة أثناء النطق، فنقول الله إله لكن الرحمن ذلك. علينا أن نحفظ جيدا شكل هذه الكلمات لأنها هي فقط تقريبا اللي موجود فيها حروف ننطقها ونسمعها ولا نراها، علينا أن نحفظها. الله الله إله لكن الرحمن ذلك. إياكم أن تكتبوا الألف حتى وإن نطقتم الألف، تكتب بهذا الشكل فقط، هذه هي كتابتها الصحيحة. إذن نستطيع الآن أن نميز أن هذه الكلمات فيها حروف تنطق ولكنها لا تكتب. الله إله لكن الرحمن ذلك. انظروا، المطلوب في هذا التمرين أن أشير إلى موضع الأحرف التي تنطق ولا تكتب في الكلمات الآتية. ذلك، أين الحرف؟ انظروا اسمعوا، ذلك أين الحرف الذي نطقته وهو غير موجود؟ إنه حرف الألف بعد الذاء، ذلك، هذا هو، لكنه غير موجود في الكلمة. لكن لكن لكن، ألف بعد اللام. الرحمن الرحمن، ألف بعد الميم، لكن عند الكتابة بماذا ألتزم؟ هل بهذا الشكل أم بهذا الشكل؟ أحسنتم، بهذا الشكل الذي عليه صح، هكذا نكتب الكلمات حتى وإن نطقنا الألف بداخلها. هنا في درس الخط علينا أن نركز جيدا على حرفي الطاء والضاء. المطلوب هنا أن نكتب بخط النسخ ونركز على الط والظ
عند الكتابة، لأن هذين الحرفين يختلفان، تختلف كتابتهم من خط النسخ إلى خط الرقعة. المطلوب هنا أن أركز على خط النسخ. انظروا إلى حرف الضاء أيضا، طا، كيف يكتب؟ على السطر، مستقر على السطر. ظل المسجد الأقصى طوال التاريخ مكانا مقدسا هذا إذا كتبنا بخط الرقعة النسخ. أما لو كتبنا بخط الرقعة، انظروا كيف سيكون. ظل المسجد الأقصى، انظروا إلى حرف الطاء والصاء والضاء، طوال التاريخ مكانا مقدسا. ألا تجدون فرقا بين هذه الظاء وهذه الطاء وهذه؟ نعم، هناك فروق كثيرة، فالظاء هنا مستقر مع الطاء على السطر، بينما في الرقعة مرتفع قليلا ومائل عند كتابته. هكذا نميز ما بين الضاد والضاء والطاء والضاء والطاء أيضا في الخطين النسخ والرقعة. هنا المطلوب أن نعبر، إما انظروا التعبير، تعبير شفهي وتعبير كتابي. التعبير الشفهي تتحدث بأسلوب شفهي عن آداب الذهاب إلى المسجد، جميعنا نذهب إلى بيت الله الحرام، حتى وأنتم أطفال تذهبون إلى بيت الله، سواء كان بيت الله الحرام أو بيت الله المقدس، وكل بيوت الله مقدسة، الجوامع والمساجد التي تذهبون إليها مع آبائكم هي بيوت الله سبحانه وتعالى. فما واجبي عندما أدخل إلى أي مسجد؟ علي أولا أن ألتزم بالنظافة، بالهدوء، بأن أكون أنا يعني متطهرا، متوضيا، مستعدا، لا نعمل فوضى بداخل المسجد، لا نشغل المصلين عن صلاتهم. يجب أن أعرف أن هذا هو مكان الله، وإذا الله سبحانه وتعالى في هذا المكان معناه أنه يجب علي أن ألتزم احترام المكان. هذا إذا أردنا أن نتحدث شفهيا. أما إذا أردنا أن نتحدث كتابيا، المطلوب هنا أعبر كتابة عن حبي لفلسطين وواجب المسلمين نحوها، بما أننا تعرفنا على فلسطين وعلى المدينة المقدسة القدس الشريف وعلى المعالم الإسلامية المسجد الأقصى وقبة الصخرة. في هذا المكان العظيم علينا أن نتحدث عنه ونتحدث عن واجبنا نحوه، فنقول فلسطين دولة عربية نحبها وتحبنا، ففيها مدينة القدس الشريف، وهي مدينة مقدسة لوجود معالم إسلامية عريقة فيها، هي المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
هذه المدينة تتعرض للظلم من سنوات طويلة، ما واجبنا نحوها؟ وواجبنا أن ندافع عنها بالروح والمال. إن لم نستطع أن نذهب إلى هذه المنطقة للحرب، على الأقل نستطيع أن ندافع عنها بالتبرعات لأبنائها الفقراء، ببناء المساجد هناك، بتفقد أحوالهم باستمرار. فنستطيع أن نتحدث حديثا طويلا ومطولا عن فلسطين وعن هذه المدينة الجميلة وعن ما تتعرض له من ظلم، ولكن فقط نكتب باللغة العربية الفصحى حتى يكون تعبيرنا صحيح وتكون جملنا أيضا صحيحة. إذا أبنائي الصغار، وصلنا إلى آخر درس في منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي. أخذنا الكثير من القواعد المهمة جدا لنا، قواعد النحو وقواعد الإملاء. قواعد النحو هي التي تعلمنا كيف نتحدث ونتخاطب مع الآخرين بشكل صحيح وسليم وباللغة العربية الفصحى. قواعد الإملاء هي التي تعلمنا كيف نكتب دون أخطاء، نعرف أين مواضع الهمزات ونعرف أين مواقع الكلمات والأحرف بشكل سليم. كذلك لا ننسى أننا تعلمنا أن نفرق ما بين خطي النسخ والرقعة، وتعلمنا كيف نعبر عن آرائنا وكيف نعبر عن أنفسنا شفهيا وكتابيا. أتمنى لكم أحبائي كل التوفيق، أحب هذه المادة كي تستطيعوا أن تنجحوا فيها في السنوات القادمة وأن تكونوا متفوقين أيضا فيها. إلى اللقاء.